صافي النشيد هو هذاك. شوفوا الدراري الله يرضي عليكم، بغيتكم تكونوا ديكورديين وتحمروا لي وجهي، غندبر عليكم مزيان والعقوبه لشي انتخابات ان شاء الله. الله يعاونكم. لا تدري بلاتي الله المختار حتى خليهم يمشيو باش غدا يجيو يديروا داكشي هنا. شكرا للفرقة الموسيقية على هذه المعزوفات الجميلة. وكنشكروا كذلك الساكنة وجمعية أمالنا على الاستقبال الحار وكرم الضيافة. sans oublier aussi les membres de l'association internationale de lutte contre la pauvreté, الجمعيه العالميه لمحاربه الفقر. Merci pour votre présence. Venu le moment tant attendu, je vais donner la parole à notre chère présidente, madame Sophie Le Grand. Aujourd'hui, le travail bâtisse la voie afin que disparaissent la pauvreté et l'exclusion au travers de la vie. Merci à vous. Merci. Militants de l'association, je vous aime. Et maintenant, je voudrais laisser la parole à monsieur Ali. Arrache Ali. صراحة أنا كان عندي شلا كلام على لساني ولكن هرب ليا. هربت نقول واحد القضية مع فاطمة. فاطمة واحد الوقت سولتني على بويا. إيوا وديك الساعة ما لقيت ما نقول ليها. ما لقيتش شي جواب. ولكن دابا لقيت الجواب. بغيت نجاوبك ونجاوب كاع الناس اللي حاضرين هنايا. بويا انتوما كلكم بواتي. شجعوا. شكرا سي علي على هذه الكلمة الطيبة الحنونة. شكرا. دابا غادي نمروا باش نمنحوا الهيبة لسي علي. جو في دوموندي على بريزيدونت دونور مدام كريستين بورجوا. وي بورجوا. Voilà, okay. Voilà. طار هذاك الجو غايز من منيارو. تسكتنا انت مالك كتفرجنا؟ سكوت اصاحبي. ولا ورقه وحده تهز منيار كامل. دابا جمعيات كيحرصوا بالشاك. غتشوف. الهيبة المالية اللي تكرمت بها الجمعية العالمية لمحاربة الفقر هي 5000 درهم وعامين ديال التكوين في الحرفة اللي اختارها سيلي. مبروك عليك سيلي.
تفضل. برافو. اي من الله خويا، انا لله وانا اليه راجعون. ما فيش قيل انت ادرك سيدي المنيار وشبابي. Ah.